التوكل. التوكل بمعنى الثقة بالله والاعتماد عليه في كل الأمور واجب، واجب ومأمور به في كثير من آيات القرآن الكريم وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأمر المؤمنين كذلك بالتوكل على الله، وقال تباركت أسماؤه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أما التوكل بمعنى جعل غيرهم وكيلاً عنه يتصرف في شؤونه فيما يقبل النيابة فهو جائز، وأما التوكل بمعنى الاعتماد على الله والثقة به والرجوع إليه في كل الأمور فهو من أعمال القلب كالإيمان ومعرفة الله والتفكر والصبر والرضا بالقضاء والقدر ومحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم والتطهر من الرذائل الباطنة كالحقد والحسد والرياء في العمل. والتوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، فالتوكل الصحيح إنما يكون مع الأخذ بالأسباب، وبدونه تكون دعوى التوكل جهلاً بالشرع وفساداً في العقل. وأخرج ابن حبان في صحيحه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يترك ناقته وقال: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتداوي وقال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم التوكل بترك الأعمال الوهمية دون غيرها، فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهو ظاهر في أن التوكل يكون مع السعي، لأنه ذكر للطير عملا وهو الذهاب صباحا في طلب الرزق وهي فارغة البطون، والرجوع وهي ممتلئتها.